مسينا وياكم بخير يا الحين الربع. الله مسينا وياكم بخير يا الحين الربع، شلونكم؟ لأول مرة بهاجي روح المعرض العطور بدري، هذه وايد اللي يرقد الليل. مساك الله بالخير يا محمد. مرحبا والله اني صادق اخواني. مرحبا مليون. مرحبا. الحلم يتحقق من ناحيه ايش؟ رحنا بدري اول مره. والله اول مره نروح بدري. بل اخوي منبسط جدا جدا جدا. يا مرحبا يا محمد. مرحبا والله اني صادق. شوفكم في المعرض، حياكم الله جميعا. الله يحييكم، احنا واجدين حاليا المعرض البوث، الله يرزقنا ويرزقكم. ابو محمد يا مرحبا والله ومسهلا. الله يبيض وجه اخواني اللي ارسلوا الهدايا واللي ارسلوا القهوة. الله يبيض وجهكم، كثر خيركم، واجعل شبانكم في الجنة. جعلني ما خلا منكم، جعلني ما خلا منكم، يا بيضان الوجيه والحلق. لا انت جميع، واللي يرسل الشعذة بعد الدوسري الله يبيض وجهك، الله يبيض وجه الدوسري مرسل القهوه والشعذة، ويا الشيخ اللي يرسل لا 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 الهديه هديه، الله يجمل حاله ويكثر خيره. احنا متواجدين في فندق، حياكم الله. مرحبا يا ابو هادي. يا مرحبا ملي، شرفتني. طبعا علي بن هادي يصير بنيه كبير، قلت ابو هادي في عطر ماخذ له زايد بالمعرض. صراحه جانا عطر كي اس اي عند علي بن هادي، اشهد بالله ما في حيله والله اني اقولها، وانا والله صادق محمد. انا قدام بنت عندي في براند، وانا عندي براند كلنا ندور باسمك، وقلت لك في ذمتك وحطيتها في الانتخاب ما بيقولها قدام الاعلام. يعني لما انت في ذمه شخص تعطيني رايك في العطر. والله ما في، وقلت انت المنظمين عاد هذا رايك يسمعونه. والله يا ابو هادي ما في خير، والله انك تستاهل كل خير. اوشن كي اس اي والله العظيم. هو لا انت نازل لك بعطر هنية، جعل ربي يطول. والله العظيم يا علي انت بصدق، انا كنت عندي البنفسجي يا ولد حن فينا بلا يا ولد. انا جيت بنزل بالسوق بعطر ثقه، ما في حد يغلبني. عين بهاي نازل بعطر ثقه. جعل ربي يطول. انا بهاي جاي اتصال والله انكخ يا ابو علي. جعلني ما تهل عليك كيسي.